خليكي بتعبي معي وتمشي ما ضل حدا ما سامع كلامي ضلي وتمشي هي اللي قالت هاي معلم يمكن هاي أنا جنبي يب بطلع بالك بطلع بالك كنت كلمة ولكن أتوقع بالك هي في لا ما يجي هاي شيء طيب يب خذ بصمة الأرض رقم 30 أين التفريغ يا معلم الأرض رقم 30 وين تفريغ معلم بدك بالبيكاري بيكري بيكري وين هي بيكري بتقول لي فوق ليك هون وين نحن هون بننزل بالتريبة تحت تماما تحت تحت عرفنا وين بالمكان العكسي بفول تانك والله يا معلم اتأخرت كتير تصرت فول تانك صراحة يعني ما توقعنا كل هالشي تطول تصير فول تانك حتى البطيخة ما متوازنة الآن بنروح نفضي أول حمل من الأرض رقم 30 والله يا معلم تأخرنا كتير وصلنا يمكن ساعة شو قلت لعب سجل ساعة لحد الآن ما صار عندي شيء والله يا معلم شكله صعب نجيب 100,000 بالهين بس معلم بس جبنا ال 100,000 في أول 100,000 هي أصعب شيء بعدين الرقم راح يدبل لحاله أنا أشتري ماكينات أنا أشتري لحالي فراح يكون سهل الموضوع تمام الله أكبر اشكو هذا البيت يا زلمة اشكو مين عنده صح الله حقق علينا يا معلم طول بالك شوي مو فين في فين نقدر نلف هاي الـ15 ما خلصت والله زعلت عليها الـ15 تمام تمشي هاي السما مشينا فيها هاي تقريبا 13 راح تخلص تقريبا ها تقريبا 13 اللي هي هاي على كل حال خلينا نضل نشتغل فيها بس خالص نروح نفضي نروح نفضي سريع سريع انجل معلم خفه طبعا انا اللي بشوفه عقود اللي ماخذينها تبعات الحصاد رح نوقف شوي عنها لاني اتوقع انه اخترعت مبلغ محترم اول اشي ثاني اشي مشان ما يصير معنا مشاكل لانه هذا الارض رقم 29 احنا لكعناها صرنا فترة تقريبا 3 ايام 4 ايام يعني كان ممكن يطلع له محصول ثاني فممكن انه اللعبة تلعب علينا انه تتأخرت سلمت العقد فيخصم علي مصاري فلذلك راح اسلم العقد يب راح اسلم الماكينات واستنى لما تجيني ماكينة مرة ثانية وارد اخذها مرة ثانية فهمتوا شلون علي؟ لانه هلا نحن مجنزري له ارضه ما عم خليه يشتغل لانه نحن ماسكينها عم نشتغل فيهم فهي احد اهم الاسباب يو اندرستاند مي طمانين ثانكفول الارض رقم 30 خلصت تماما وينه هذا وينه هذا ليش واقف لا مو هذا رقم 15 في مشكلة اتوقع لك انت كل حال بس خلينا نفتح لك هي وش عم بصير عند جيرانك لازم نسلم حاج تعبت كثير ايش هو وركين هي لمين دي
موقف هذا ليش طولي بالك؟ كنت بس شوي في عنا شغلة تاني. هاي ما ضل عندها. طيب ثواني برجع لك، ثواني بس خلصت بوشة سكر لنا هالعدة. تيم تيم تيم. طبعا ايش من جراسي، خلاص روح، خلينا نروح نفضي الارض رقم 13. وين تتفرغ الارض رقم 13 او العقد رقم 13؟ بيتفرغ بهور بار هار هاربور 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 الهاربور اللي هو هاد. صح، اعتدينا على الطريق، على حرمة الطريق يا معلم. طبعا راح نشوف اذا ما صار مشاكل، بس مسكنا عقد تاني بنضل ماسكين هناك يعني. بس اذا صار مشاكل مشان نعدي من كنسل على الفكرة، فهمتوا شو الفكرة يعني؟ بس مشان نحكي ضمن هذا الاطار، يعني شكلنا يعني اليوم ما راح نوصل 100,000. نعم ما صعبة. والله يا معلم 100,000 صارت صعبة جدا. تيرام تيم 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 تيم. طبعا ايش محمل انا؟ قمح. يب 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 يب، محمل قمح، محمل قمح، طول بالك. خلينا نشوف الاسعار، قمح وين ارخص شيء او اغلى شيء؟ لما كله نازل ما تفرق يعني، هو 648 هو اقل شيء عم يبيعوه يعني، 668 ما تفرق كتير يا معلم. خلاص بيع كل شيء معلم. ها 15,000، كويسي كويسي يا معلم، كويسي كويسي. طيب بناء عم نتقدم لنشوف اللق بالعقد هذا، نسوي له كولكت. تمام هذا العقد بنسوي له كولكت لنشوف شو بده يخسرنا هذا. يب ما خسرنا ولا فرنك، حلو. 66,000، ضل تقريبا بدنا 40,000، 35,000 تماما. طبعا مع نهاية هذا العقد اتوقع بنوصل، بيجيب لي كمان 20,000، وفي عندي عقدين عم نشتغل عليهم يعني، نشتغل عدد منيح اتوقع لك ذلك. فلذلك يا لذلك يا صديقي يا صديقي يا صديقي، الان نحن في عنا العقد اينه. عم بيقول لي رقم 30، ايش فيها رقم 30؟ انا نسيت يا معلم. هلا مو رقم 30، رقم 30 بيقول لي انه خلص 50% من العقد. لاني سلمت انا نص السيارة فحسبها 50%، يعني الحمل كله 50%. فالحمل الثاني 50% راح انت تجيب عندي اكثر من حمل. والله يا معلم انا ضيعت صراحة. اذا نحن صار اشتغلنا اكثر من نص الارض، شلون بقول لي 50%؟ طلع النبي يا شيخ، والله العظيم ضغط. من رجع لك هلا بدنا نروح هون توصل لي البيك اب، ما بدي اياه يعني، نغبس الراس ونروح نعبي سماد للماكينة رقم 15 من الارض 15. توبك 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 توبك، هدي 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 هدي، رقم الأرض 15 تقريبا راح يخلص اليوم. حلو، عم بعبي من العاليات، نايس تمام، كمل معلم وتيسر. طبعا في كان جلتش اولي بس ينقص الصندوق بيضل هيك مرتفع، هلا صار عدلوا الجلتش يعني صارت تنحل المشكله بشكل اوتوماتيكي، فما اتوقع تحتاج اساسا. بس خلينا نضل تاركين هون لريثما ما ينتهي الارض 15. قد بدها الارض 15؟ طلبتها والله ما بدها كتير الارض 15، لو يعني شارفت على الانتهاء رقم 15. complete text. ايش خلصت المهمة؟ عاد كلها خلصت المهمة. نشوف يابا، بس لا هذيك اكبر معلم، هي صغيرة هي مع تريلتها معلم، هذيك اكبر. مش عم تحكي انتي
هذا كم طول؟ 9 متر. يس 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 اندرستاند. بس طول بقلق، خلينا نشوف شو صار هون في عنا. هذا الوضع هون تمام، اتوقع رقم 30، مو نحن 30، 15 15. انت يا معلم لازم نغير المحصول، نزرع فاصولية، نزرع فاصولية، يب فاصولية والله. خليها قمح مشان نشتغل كلها فرتح. بقول مين الفل صار مباشر يا زلمة، لسه ما نفضي فورا بصير فل يا زلمة، لسه ما نحق نفضي بقلي فل. قسما بالله العظيم. تماما، هذا صار لي ساعة بستنى لحتى يخلص. وقف وقف عمو، خلص. هذا رقم 15 خلص، مو 15، يب 15 كلك. تماما حلو. هلق الارض 21 22، نروح على الارضين هذول اللي بعاد كتير. يس 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 يس، لا نروح على هذول الارضين. تمام، تعال سكر هاي. هذا بصير فيه فوكس ولا ما فيه فوكس؟ ما فيه، هذا تابعني قومي شكله يا معلم، ما فيه تابعني قومي. طيب صف لي قدامي شوي، ضل علينا 25000. نايس، حلو 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 حلو، كلام جميل. والله فيه فوق كولد اف. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.